سعدني ان اكون معي نجم النجوم ونجم نادي الزمالك ومنتخبنا الوطني كابتن طارق السيد. وحشني ومنورني النهارده في اخبار اون تايم. حبيبي يا كوان، وحشني جدا طمني على حضرتك، كله كويس؟ والله. كل الحمد لله رب العالمين. الزمالك عنده مباراة، يعني هي صراع على الصدارة أمام أبو سليم، الفرقتين ضمنوا التأهل. شايف هذه المباراة السيناريو الأفضل لجوميز في هذه المباراة من وجهة نظرك هيكون إزاي؟ والله هو بص، يعني هي فرصة كبيرة بالنسبة لنادي الزمالك طبعا، ان هو بعد تولي جوميز المسؤولية والصفقات اللي حصلت في بعض الغيابات، بعد ما فضل يفتكر زي عبد الله السعيد زي ناصر ماهر، انما في الاول وفي الاخر الراجل في تصريحاته النهارده زي ما انت قلت كده كوان، ان هو قال ان انا ما عندي عدد كويس من اللعيبة، مش هتفرق كتير الغيابات اللي موجودة، ان انا مركز جدا. عمر جابر كمان قال كلام مهم جدا، ان انا احنا مركزين ان احنا نفوز ببطوله الكونفدراليه، وده المهم بالنسبه لجمهور الزمالك. انا ليه بعيد التصريحات؟ عشان خاطر اعرف قد ايه ان الناس اكيد 100% التيم والجهاز الفني كله فيه تركيز عالي جدا للفوز ببطوله الكونفدراليه، لان دي بطوله يعتبر مش عايزين نقول في المتناول، لان الكوره ما فيهاش كده، بس يعني ايه طبيعي انها تبقى في المتناول بالنسبه للزمالك في الفتره دي. طب بالنسبة للغياب القهري بتاع أحمد فتوح وكذلك المركز الشمال، بما أنك أنت بقى من الناس اللي لعبت وتميزت في هذه المنطقة، مأثرة كتير على نادي الزمالك حتى شكله في المباراة اللي فاتت؟ اكيد طبعا غياب فتوح عفشافي، يعني طبعا عايزين ننسى عفشافي، يعني غياب فتوح عفشافي غياب مؤثر جدا، لان الجبهه اليسرى نادي الزمالك مميزه طول عمرها باللعيبه المميزين اللي بيعملوا الفارق في الملعب، يعني فطبعا غياب فتوح وغياب الكابتن عفشافي طبعا غياب مؤثر جدا، بس انا اعتقد ان الجهاز الفني قرر ان هو ياخد فتوح معاه للمعسكر ده او للماتش ده عشان يعرف يجهزه، لان احنا داخلين على نادي الزمالك داخل على ماتشات مهمه جدا، بطولة نهائي كأس مصر، وقبليه طبعا في ماتشين في الدوري او ماتش في الدوري وماتش في بطولة الكونفدرالية، صحيح. فبيحاول الراجل يجهز كل اللعيبة اللي هي يعني عشان يلاعب كل لعيب في مركزه، لان وجود فتوح طبعا في مركز الباك ليفت افضل 100 مرة من التفكير في اي اوبشن تاني ممكن يعمله الراجل، خاصة كمان ان الراجل النهارده ممكن بشكل كبير برضه يرجع لحتة عمر جابر تاني في الحتة دي، وده الاقرب للتشكيل النهارده بالنسبه لنادي الزمالك، ان عمر جابر يتولى قياده الجبهه دي، انما طبعا لما بيبقى عندك لعيب واثنين وثلاثه ولعيب اصلا متمرس في المكان ده، اعتقد بتفرق مع المدير الفني بشكل كبير جدا. الراجل كان متنرفز قوي على الخطوط في مباراه الاسماعيلي، ودي كانت اول اختبار ليه، لم يكن الاختبار الحقيقي من وجهه نظر اي حد بيتفرج على الكوره وبيلعب كوره، لكن شايف ملامح شخصيه الراجل بدات تظهر ولا لسه محتاج شويه كابتن طارق؟ لا هو ملامح شخصيته باينه من اول يوم، ان هو الراجل على طول بيحب، واضح ان هو يعني مش من هواه ان هو يفكر في اي نتيجه غير الفوز، عنده ثقه في اللعيبه في الفتره اللي اتعمل فيها ترانسفير، وشاف اللعيبه كلها اللي اتعمل فيها ترانسفير فاكيد واثق جدا فيهم، انما في نقطه مهمه جدا هو بس الناس، عشان برضه الناس ما تحملش الراجل فوق طاقته، الراجل قدامه مش اقل من 6 7 ماتشات عشان يبقى يتقال عليه ان هو باين شغله قوي ده، برضه المده قليله لسه الراجل ما لعبش غير ماتش واحد، ما كانش فيه فتره توقف، الراجل جه في اخر فتره التوقف بتاعت الدوري في بطوله كاس الامم الافريقيه، صحيح، عشان نقدر نحكم على الراجل حكم ان هو فعلا في شغل بيتعمل، في حاجه، في تكتيك، في سيستم الفرقه بتلعب فيه، هيبقى الكلام ده بقى مش اقل من 6 7 ماتشات، ففي الفتره دي الراجل هيجرب وهيشوف واشوف اقرب وانسب طريقه لعب ليه، هو الراجل دلوقتي واضح جدا من طريقه اللعب اللي بيلعب بيها ان هو بيلعب 4 2 3 1، صحيح. هل هيستمر بطريقه اللعب دي؟ هل هيغير طريقه اللعب؟ مين اللي هيبقى ثابت عنده في لعيب 10؟ عبد الله ولا ناصر ولا الاثنين ممكن يبقوا موجودين في الملعب؟ وجود شيكابالا في التشكيل هيبقى وضعه ايه؟ مين الباك رايت الاساسي؟ مين الباك ليفت الاساسي؟ اكيد كل الكلام ده الراجل بيدرسه في الفتره دي، بيشتغل عليه على اساس ان هو يبقى يعني في خلال الفتره بعد 6 7 ماتشات يكون واقف على كل تفصيل الفرقه وتفصيل التيم والمميزات والعيوب والنواقص، صحيح. كل الكلام ده يعني طبعا لسه بعد 6 7 ماتشات. طب لو كلمتك على المباراه اللي فاتت، اكبر يعني اهم المكاسب من هذه المباراه من وجهه نظرك كابتن طارق؟ لا تحس ان فرقه الزمالك بقت مختلفه، يعني برضو الصفقات الجديده عامله تقل،
عملت، الله ينور عليك، لسه هقول الكلمه، يعني عملت تقل للتيم، يعني تحس ان الزمالك تقيل، فرقه تقيله، في حد يعمل لك الفارق. طبعا كل ده مش هيظهر بشكل جلي جدا او بشكل كبير جدا النهارده او بكره، مجرد ان الفرقه تكسب ماتش الثاني لا هتلاقي الزمالك بقى مختلف، الزمالك بقى عنده اللعيبه اللي جايه جديد كمان على رغم خبراتهم الكبيره وعلى رغم ان هم لعيبه تقال، محتاجين برضو فرق التيشيرت بين الزمالك وبين اي حته تاني مختلف، عشان كده محتاجين ماتش مكسب في الثاني هتلاقي الامور مختلفه جدا. يعني كابتن معتمد قدم لهذا الراجل فرصه كبيره جدا لتصدر هذه المجموعه، اعتقد ان مشوار الراجل هيكون دايما وراه شبح النتائج اللي احرزها كابتن معتمد جمال، ولا تتفق ام تختلف في هذا المشوار؟ هو كابتن معتمد طبعا كل الشكر ليه كزملكاويا، المرحله الصعبه اللي فات فيها الفرقه والمرحله اللي ما كانش فيها صفقات والمرحله اللي كان حاله الفرقه مش احسن حاجه، الراجل تحمل مسؤوليه فات صعب جدا، كل الشكر ليه في الفتره دي، انما هو طبعا اكيد 100% الراجل مطالب بنتائج خاصه في بطوله الكونفدراليه مختلفه عن النتائج اللي اتعملت، على الرغم ان النتائج كلها كانت مكسب. لازم بقول لك دايما هيروضوا الشبح ده. لازم يكمل المكسب اللي كابتن معتمد عمله فيه، وده يمكن حاجه ما حصلتش لنادي الزمالك بقى لها بتاع 5 6 سنين، ان نادي الزمالك دلوقتي بيوصل لدوري المجموعات بدون هزيمه، بدون مشاكل، بدون باكتر نزعه هدفيه، باقل خسائر الله دفاعيه، الله فاعتقد ينور عليك، ان كل هو ده عامل مشوار ابيض ابيض ابيض، مفيش حل. لا كابتن معتمد كل الشكر ليه في الحته دي، فطبعا الراجل محتاج ان هو يكمل المسيره دي، لان اعتقد ان لا مجلس الاداره ولا جمهور الزمالك هيوافق باي نتيجه سلبيه في الكونفدراليه اللي بيه نادي الزمالك يقدر ان شاء الله باذن الله يحصل على البطوله دي. اشكرك شكرا جزيلا واحد من نجوم منتخبنا الوطني ونجم نادي الزمالك ومحلل قناه اون تايم سبورت كابتن طارق على هذه المداخله.